بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، جايبه لي كله اسود ما شاء الله. اوريكم اهو حبايبي، اهو ما شاء الله جايبه لي احجام حلوه. الله اكبر عليها ما شاء الله. دي الام اللي انت تحافظ عليها طبعا ما شاء الله، بقى لها يومين والده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا النهارده زي كل مره بطلع بوريكم الارانب اللي عندي. طبعا يا حبايبي انا طالعه النهارده يوم جميل ويوم حلو ان شاء الله، عشان انا فرحانه الارانب عندي ولدت. وهوريكم حبايبي تفرحوا معايا، واللي عايز يشتغل في الارانب هو انتاج كويس وما شاء الله مربح، وده مش حاجه كويسه وحشه، ده حاجه كويسه. بس اللي بيحب الارانب، اهم حاجه اللي بيحب حاجه لازم يحافظ عليها طبعا صيف او شتاء. طب احنا نحافظ عليهم ازاي؟ اللي انت دايما تنظف المكان وتاكل علف كويس، اهم حاجه، عشان كله بيسالني بتاكلي علف ايه. لا، باكل علف كويس، ولازم يكون علف يعني ما يجيلوش اسهال ولا انتفاخ ولا اي امراض. طبعا في علف بيبقى وحش، لا، العلف اللي انا باكل ده منه الحمد لله بيزيد الارنب عليه وصحته كويسه. طبعا انا عايزه اوريكم دلوقتي عشان تفرحوا معايا. الحمد لله الارنبه دي انا عندي والده بقى لها دلوقتي 13 يوم، وجايبه لي عدد حلو ما شاء الله، حلوين دلوقتي اوريهم لكم حبايبي. بس انا قلت اطلعهم عشان مكان ضيق عليهم، وطبعا اسيبهم ايه مع امهم. طبعا دي ولدت اول امبارح، يعني النهارده تاني بقى لها يومين. طبعا انا هوريهم لكم برده دلوقتي حبايبي، وهنقول بسم الله قبل ما تخش تردع. اي انا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي جايبه لي كله اسود ما شاء الله، هوريكم اهو حبايبي، اهو ما شاء الله جايبه لي احجام حلوه. الله اكبر عليها ما شاء الله. دي الام اللي انت تحافظ عليها طبعا ما شاء الله، بقى لها يومين والده. وطبعا انا ايه هدخلها ترضعهم. طبعا دول عددهم ما شاء الله سبعه، انا جايبه لي دولت سبعه. طبعا اهم حاجه الارنبه لما بتجيب لك عدد حلو دي تحافظ عليها، ليه؟ عشان بتنتج معاك كويس وتكسب منها. اما انا لو جايبه لي اتنين تلاته اربعه طبعا مش هتكسبني كده، بتاكل حق اللي هي ولدته، طبعا هي كده ما فيش مكسب منها. لا، انا احاول لو انا الارنبه جايبه لي تلاته اربعه اعمل معاها ايه؟ طبعا دي جايبه لي مثلا ستة او سبعة، اروح شايله من عندي دي التلاتة الاربعة اللي جابتهم واحطها هنا، واحطهم هنا مع الام الحنينه اللي هي بترضع الاطفال. طبعا انا جمعتهم مع بعض وبقوا تسعة او عشرة. بس لازم يا حبايبي يكونوا في عمر واحد، يعني هما يعني لازم يكونوا هما الاثنين واقفين مع بعض في يوم، فرق بينهم يوم او يومين ماشي. اكتر من كده لا، لا ما ينفعش. طبعا انا ما بحطش، عشان في ناس يا حبايبي في ناس ممكن تغلط ويبقى واحده والده قبلها باسبوع ويروح يحط 40 تسعة. لا ما ينفعش كده، امهم الثانيه هتعرف الفرق. ايوه ممكن تموتهم. أيوة. في نوتشي بتبقى شرسه وفي نوتشي طيبه. لا، في ام حنينه وفي ام وحشه. طبعا احنا بنحاول نحط مع الام الحنينه عشان تحافظ على الاطفال. ويا حبايبي برده في نوتش بتبقى ممكن لما تقول 3 4 دي اول مره ليها ممكن نعديها، بس لو كررتها تاني دي تنفع تقعد معانا؟ لا لا لا، ما تنفع. دي تطلع على طول لحم مع بتوع اللحم على طول، تتباع لحم. ليه؟ عشان ما ابنها ما بتجيبش عدد. دي مش هتكسبك، اقل من خمسه يا حبايبي مش هتكسب فيها خالص. لو جايبه لك خمسه كويسين، خمسه يعني يا دوبك مكسبك ضعيف. من فوق الخمسه مكسبك الحمد لله هيبقى في يعني 6 7 300 جنيه مكسب ليك كل حسب انت ورزقك، بس اقل من الخمسه ما بيبقاش حلو. طبعا يا حبايبي انا طبعا دي ما شاء الله جايبه لي عدد حلو، جايبه لي سبعه ودي جايبه لي ما شاء الله. ولازم يا ماما برده كل اللي يربي يعرف الام الحنينه والام الشرسه. انت تابع النوتش اللي عندك، يعني تبقى عارف ان ده الحنينه. لا، ما يجي يدخل الارانب بترضع هيعرف، تعرف ان تاع الحنينه انهي والشرسه انهي، عشان تعرف بعد كده تتبنى دي او ما تتبناش. ورينا اللي فوق. يلا يا هدى، بسم الله الرحمن الرحيم. هما بص المكان ضيق عليهم، وطبعا انا فيه اهوت ما شاء الله عدد ما شاء الله، وفي لسه خرج معاها بره برده. لسه فاتحه لها الباب، لسه فاتحه لها الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجات جميله. بص 13 يوم مفتحه، بص وريني على ايديك كده ما شاء الله. هاتي يا دي. بسم الله بسم الله اهو الحمد لله. كل اللي يشوف حاجه يا حبايبي صلي على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده انتاج حلو. بسم الله ما شاء الله
طبعا دولت كده يا حبايبي في عمر كويس يعني يقدروا يشتغلوا خلاص يعني يطلعوا مع امهم ويرضعوا خلاص او ياكلوا يعني خلاص يعني في عمر الداخل ال 15 يوم دول بنطلعهم مع امهم عشان تعرف يا حبايبي برده الناس اللي بتسال وتقول لك بتخرجهم امتى مع امهم والكلام ده ايوه يعني ما شاء الله جايبالي اشكال جميع الالوان بابيون ابيض واسكندريه امهم وراني كده امهم بابيون احمر اهي بصوا مع واحد بره اهو كمان بسم الله ما شاء الله طبعا انا هسيب ايه افتح لها الباب وانا فتحت لها الباب اهوت لسه النهارده عشان يطلعوا معاها يبتدوا ياكلوا طبعا ما يبقاش ايه العدد يبقى ضيق عليهم ويخنقهم لا 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 الجو حر واحنا مش عايزين يبقى ايه الجو حر عليهم طبعا دي لسه ما ودتش ان شاء الله معادها لسه شويه طبعا يا حبايبي انا هحط لهم ياكلوا عشان جعانين وهدخل الارنبه دي ترد عيالها على ما احط الاكل زي ما انا عرفت زي ما تعودوا يا حبايبي الارنب بتاكل بالنار يا محمود ايه الارانب بتاكل بالنار في الصيف لا لا ما بحطلهمش الارانب يا حبايبي بالنهار ما بتاكلش لازم تجوع بعد العشاء على طول لازم تجوع طول النهار يقعد من اول الساعه 11 12 الظهر كده لحد المغرب كده ما ياكلش يعني تطلع بعد المغرب تاكل كده بترد عيالها اهي بسم الله ما شاء الله بصوا وقفلوا ميم وام حنينه خالص وجريوا تحتيها وترد عيالها حاجه جميله حاجه جميله جدا يا حبايبي عشان تبقوا عارفين يا حبايبي لما تشوف انتاجك بيكبر كده وما شاء الله بيزيد بسم الله الرحمن الرحيم بقولك صح يا اخويا ثواني معلش قولي لي النتايه اللي مش حامل بتاخد قد ايه والنتايه الحامل بتاخد قد ايه والنتايه اللي بترضع بتاخد قد ايه اللي معاها عيال طبعا النتايه الحامل دي بديها 250 جرام عشان حامل عشان العيل يتغذى ببطنها عشان بتاكل والاكل ايه بيغذي العيل طبعا الام اللي مش حامل 200 جرام بس اما الام اللي هي والده وبتاكل بحط لها 300 جرام لو كلتهم لغايه الصبح ولقيتها جعانه راح حاطه لها ايه 20 جرام نزود لها واحده بالتقريب يا حبايبي اشوفها ايه يعني بتاكلهم ولا هي بتاكل لحد ما اوصل معاها 400 جرام لما ممكن تكون العيال بتاكل ممكن تكون الكيلو بتاكل يعني ممكن يكون بدل الكوبايه اللي معاكي دي قد ايه 400 جرام 400 جرام يعني اي نتايه ذكر عندك بياخد قد ايه 200 جرام الذكر بياخد 200 جرام يا حبيبي في ناس بتقول لي بقى كيلو 300 و400 والكلام ده انت مش محتاج تخليه يتخن قوي لان الذكر لو تخن قوي ما بيعرفش يلقح يعني لا مش عايزاه يبقى تقيل الذكر عندك لازم اكتر حاجه يوصل ليها 3 كيلو 4 كيلو اكتر من كده حرام ما يوصلش اكتر من كده يبقى تقيل على النتايه قوي ومش هيعرف يلقح ونفسه هيبقى قصير ويبقى احسن يعني يكون ينهك اما كده يبقى احسن طبعا جه حامل او والدته اهي بحط لها 300 جرام عشان بتاكل 300 جرام ماشي طبعا ايه عندي دي 200 جرام اهي دي 300 جرام برضو عشان معاها الاطفال اهي انت بتعيد ايدك وعارف كل ارنب عندك زود 50 جرام ليه عشان ابتدوا عيالها يطلعوا ياكلوا عشان ياكلوا معايا 50 جرام بس صح ماشي كده خلاص كده هنبه عليك والله ونسيت لا 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 طبعا انا عرفتكم عشان دي طلعتها اول يوم اليوم النهارده طبعا انا هحط دي 200 جرام ودي هحط لها 200 جرام طبعا يا حبايبي انا هحط اللي جوه واوريكم عشان الارنبه اللي ولدت الثانيه عندي طبعا انا بفرحكم معايا كل ما بطلع وعايزه منكم تشجيع وتعملوا لي لايك عشان كل الفيديو ده الناس كلها تشوفه عايزاكم تشجعوني اكتر واكتر وبحب الناس كلها اللي هي بتشجعني واقول لهم ربنا يخليكم ليا يا رب طبعا هوريكم دول حبايبي كمان تعالوا اوريهم كده يا محمد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله هي بسم الله ما شاء الله لسه هدخلها ترضع عجلات حلويات معاها كام واحد يا اخويا معاها 8 اديهم لي كده معلش اديهم لي جوه اديهم لي جوه زي ما هم كده معاك اهو ادي واحد ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 ما شاء الله ده كده حاجه جميله وعدد مناسب جدا انا مش عايز 10 و 12 ويموتوا مني لا انا عايز 8 واطلع ال 8 اهو بابيون وديريكس ايوه ما شاء الله جايبه كمية الالوان هاي بلس وهاي بلس جايبه لي ما شاء الله بابيون كتير اهي بابيون تاني جميل حطيهم ما شاء الله ما شاء الله طبعا ما شاء الله. هدخلها ترضعهم عشان ما شاء الله جايبه لي احجام حلوه وجايبه لي 8 ما شاء الله عليها طبعا انا بحافظ على الام اللي زي دي طبعا بخاف عليها اللي هي ايه
تتعب. لا انا بحافظ عليها. طلعي النتاج وريني شكلها يا محمد، معلش وريهم النتاج بتبقى حجمها عامل ازاي ما شاء الله، ويوريهم جسمها عامل ازاي. بصي يا حبايبي لازم النتاج ما تكونش مسلسله وتعبانه وصحتها كويسه، بصي حيويه فيها حلوه. وريني يا حبايبي كده وريني. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، نتاج جميله ما فيهاش اي حاجه. حطيها ترضع بقى. خشي بقى رضعي. نتاج فيهم ما شاء الله عليها اهي. بسم الله خشي، بسم الله نسمي كده عشان تخش ونقفل عليها الخمس دقايق. يا حبايبي الناس اللي بتقعد تقول لي ادي مضاد حيوي لما النتاج تولد والكلام ده، لا طول ما العلب بتاعك كويس والنتاج متغذيه واساسها كويس كده احسن. تدي مضاد حيوي بقى لحاجه تعبانه والكلام ده، ما تنساش تقفل الباب. ما تعودش الكلام ده، ما تنساش نقفل. العلاجات يا حبايبي تحاول تقلل منها طول ما انت عندك ارنب كويس وعارف كويس. انسى حاجه اسمها علاج، لا ما حاجه بتحافظ عليهم. طبعا انا هنحط الارانب هنا 200 جرام. يعني تنسى العلاج طول ما انت متاكد عليه. وريهم شكل العلاج كده يا ماما، معلش وريني كده اهو ما شاء الله. بص الحبايه، الحبايه حلوه وبتلمع وخضره وجميله. ما تلاقيش حبايه، مفيش الحمد لله باهته والكلام ده. لا علف كويس، لازم علف جيد جيد جيد. بص هو جعان، بص ملوش علف. بيجري على الاكل ازاي وذكر كده. لازم ما حطيتلوش اهو، بص بيدور على الاكل اهو. استني بص احط له الاكل اهو، بص ازاي يجري عليه. بص بيشوفني عم بحطه ولا لا. حطيها ادي لي علفه بس. ايوه بص ايوه 200 جرام اهو. ايوه يلا بص اللي بعده برضه واقف ايه مستني اهو، مستني لازم يوقف لك على الباب كده. وريني اللي فوق دول. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يبقوا قاعدين مستنيين الاكل، ما ينفعش يا حبيبي كده وكده. يا حوده برضو بتعرفي الارنب العيان مش من عيان، عشان ما بيجيش على الاكل، عشان ما بيجيش على الاكل. يا اما يبقى عنده اكل زي اللي انت حطيته له امبارح. ايوه يا اما يبقى عيان. تبص في البتاع لو لقيت فيها اكل تعرف ان هو ايه، ما كانش يبقى تعبان. في حاجه تطمن عليه. أيوة. الارانب بص واقف مستني ازاي، كله واقف مستني. يلا اهو اهو، يلا اهو الاكل اتحط اهو. واللي فوق بص جعانين اهو، بص راح ياكل على طول. بص والثانيه اهي. ايوه كده ايوه كده. حط ليه عشان انا عايزاهم ما يبقاش جعان. 200 جرام اهو. ايوه حط يلا. وبرده المنخل ده يا حبيبي بندخل فيه عشان ينزل منه هو اللي حاجه في الناعم عشان ما يقطش. ايوه كده ايوه ايوه بس ما شاء الله. بص اللي فوق جعانين ازاي. ده الفطام اهو عشان لو حد عايز احجام صغيره وفطام يكلمني يا حبايبي اشيل له منهم سلالات. اللي عايز حاجه يبعت لي يا حبايبي على الواتس وانا احجز له عينيا الاثنين. ايوه اللي عايز يحجز قبل ما ايه، قبل ما يحجز. الرقم بتاعي 010 500 4 33 66. هقول لك تاني اهو 010 500 4 33 66. مكاني في شبرا الخيمه. اي حد محتاج حاجه يا حبايبي يبعت لي من عينيا الاثنين انا اوصلها له في شبرا. بره شبرا ما اقدرش معلش، مفيش توصيل دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله. ادينا حطينا الاكل. بص اهو بس شويه من الكميات اهي، بس عشان بقفل البتاع واشوفها الاول واشوف الايه المكان قبل ما نحطه له. طبعا يا حبايبي انا عرفتكم دلوقتي انا بعمل ايه وبحط الاكل ازاي وبعمل ايه دلوقتي، وعرفتكم. كل اللي عايز يسالني اي سؤال يا ريت يبعت لي وانا اجاوب له على اي حاجه هو عايزها. واللي عايز يحجز عينيا ليه، واللي هو عايزه انا احجز له اللي هو اللي عايزه. طبعا كل الاوزان اللي عندي ان شاء الله باذن الله هقول لكم عليها، الاحجام اللي عندي دي كلها. طبعا دلوقتي حبايبي اقول لكم ايه، ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتشجعونا وفعلوا الجرس، وما تنسونوش ان انتوا تشجعوني اكتر واكتر. واقول لكم دلوقتي ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.